شكرا شكرا لكم. يعطيك العافية عدنان. الله يعافيك. حابين نبدأ مع دكتور غاوي نشوف رأيك الليلة بأدائه لعدنان. يعني أنا استسلمت حقيقة، استسلمت لسببين. الأول البداية لما بيطلع في الأربيج لا ريفا لا يا بحر، وبعدين يا دوار، وبعرفش إذا هذه من المصدر أو من عدنان، واثنين عمالقة إذا هيك عملوها، إنه بيلعب على سلم بنتاتوني اللي بنطيني إيحاء على موج البحر اللي بيضلوا يمشي بتناسق. والبنتاتوني السلم البنتاتوني معروف انه ما فيهوش الانصاف، فيه ابعاد كامله، وهذه هي حركه الموجي، وعملها بهذا الاتقان. انا بتصور انه يعني ما في كلمه اقدر اقولها، لانه ما بدي احكي على فرح التسييق في الاغنيه فيما بعد من سيجا يعني، انما انا بقدر اقول انه اذا بيقدر يعمل هذا الشيء بهاي الطريقه، انت مش مغني، انت مش مطرب، انت في عندك فيرتوزنوس في الغناء، وفيرتوزنوس في الغناء تعني الابداع الكامل في الغناء. واسمح لنفسي، لانه حقيقة مش كلمة اطراء للفرقة الموسيقية، انما كلمة حق تقال للفرقة الموسيقية، كمان فيرتوزنوس واكثر من فيرتوزنوس. يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه يا مايسترو. يعطيك العافيه. استاذ حسام، شو رايك بطلته لعدنان الليله؟ شو انا ابو الطلات بدكم تسموني؟ لما بحضر حلقه الاعاده يوم السبت، يوم الجمعه يعني بكره، بلفت نظري انا وزوجتي واولادي السيده والدته، تبقى واقفه زي السنابل اللي حكت عنها، تميل من احف قلبها بيحكوا بالفلاح الفلسطيني مع ابنها. هاي بترميز بسيط، بترميز بسيط، قلب الأم بترميز بسيط هو دلالة وبوصلة قلب الوطن. فأنت لما بتغني بهذه الروح اللي ماخدها من روح والدتك الجميلة، أكيد أنت بتغني للوطن. هذه واحدة. تنين، عدنان أنت تمتاز بالتركيز العالي اللي لو ضربونا مدافع حوالين الاستوديو ولا بتقلق، أنت ساحب في هالأغنية وقايل يا الله أبداً. بعدين عندك الأمانة اللي يجب أن تقال، في إشي في الفيزا بسمون صهار، أنت تنصهر مع اللحن ومع الكلمة ومع أدائها ومع طلتك، وبتعطينا هالسنسال اللي كله لولو وعنبر. الله يخليك لأهلك ولفلسطين كلها. شكرا. ست أمل، عدنان مصمم دائما أنه يسبب لي اني اذرف الدموع لانه بشلع القلب. الاغنيه مش هممني المكياج، هممني الصدق، هممني لما الفنان بغني وبوصل للجمهور وبيعمل له عمليه التطهير، او انه يكون يفرحه، او انه يفعله عاطفيا وحزن، لكن الاغنيه هي اغنيه بتشلع القلب، يعني بنائها الموسيقي، كلامها، عمقها. كنت عميق كالبحر مليء بدرر وعرب موسيقية جميلة، ركزت كتير بالغناء، صحيح هذا الاشي. جميل فيك انه لما دخلت على المسرح الجمهور كان يصفق كتير ومتحمس، فجأة طقطقت رأسك، انتزعت الهدوء من الجمهور، فوتتنا لأجواء الأغنية حتى قبل ما الموسيقى تبدأ. انسجمت بالأغنية، أتقنت كتير، أخذتني معك لراس النقورة، لشط البصة، لشط عكا، حيفا، يافا، عسقلان، وصلتني لغزة. الله يخليك لأمك. فعلا حسام صادق، ملامح الطيبة لوالدتك كتير جميلة، هي فعلا سنبلة قمح مليئة ومتواضعة، ويعني نعم البطن اللي حملك. الله يخليك لأمك. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم. عدنان عم بتغني بالفترة الأخيرة للمهاجرين وللمتغربين، واحنا اكيد مثل ما الكل بيعرف انه في فلسطينيين بالشتات كتير في سوريا والاردن ولبنان وكل البلدان العربية الشقيقة. كشاب فلسطيني عم بيأدي واجبه الغنائي الحلو، شو بتقول لكل المهجرين اللي عم بيشوفوك اليوم؟ الصراحة بحب اقولهم انه يمكن في شغلات ثانية بقدرش اطلع طاقتي، بس انا هاي شغلتي، يعني انه بحاول قديش اقدر اوصلكم من طريقة الغناء يعني، وان شاء الله بترجعوا
ان شاء الله بترجعوا. ان شاء الله. شكرا. شكرا كثير عدنان. شكرا عدنان، شكرا لك. ان شاء الله بترجعوا زي ما قالكوا عدنان. واحنا بدورنا كبرنامج فلسطيني عربي رح نوصل الفلكلور والتراث هدية لكل ليلة. بعد في عنا مشترك واحد رح يقدم اغنية طربية، ومن بعدها رح نرجع لتراثنا الفني الفلسطيني. بس كل هذا بعد الفاصل.